إذن للمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في ظل حديث وزير الدفاع في الكيان المحتل عن القبول بصفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي. حياكم الله دكتور هاني. حياكم الله وأهلا وسهلا، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور هاني. يعني في اليوم 69 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال كما تعلم مجازر الاحتلال مستمرة حتى الآن، وزاد لربما الأمر سوءا استخدام الاحتلال للمدنيين دروعا بشرية. بماذا تفسر هذا السلوك المخالف لكل المواثيق التي تنص على حماية المدنيين أوقات الحروب؟ طبعا هذا السلوك تفسيره أصبح واضح، أنه الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق منهجية، وفق رؤية تنبع من أصل وجود هذا الكيان، كيان عنصري، كيان قاتل، كيان نازي، يتبنى السلوك النازي بشكل واضح ضد شعبنا الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا لابد من استحضار المجازر التي ارتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، مجزرة صبرا وشاتيلا، مجزرة دير ياسين، مجزرة الحرم الإبراهيمي، مجزرة خان يونس، مجازر ضد شعبنا الفلسطيني المتراكمة من 2005 2008 2012 2014 2018 أيضا وحتى الآن. وهذا طبعا يعبر ليس أمر طارئ، ولكن يعبر عن منهجية وسلوك الاحتلال الإسرائيلي بالقتل المتعمد ضد المدنيين ضد شعبنا الفلسطيني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا هذا له تفسير واضح، إنه هذا الاحتلال لا يستطيع ولا يقوى على المواجهة المباشرة ضد المقاومة الفلسطينية، مواجهة الشجعان، مواجهة الأبطال، مواجهة الرجال. هو يلجأ إلى يعجز أن يلجأ يواجه المقاومة الفلسطينية، يخفق في تحقيق أي أهداف في قطاع غزة، فيلجأ إلى الوسيلة التي انتهجتها القوات النازية في الحرب العالمية والحرب العالمية الثانية، وفي عمليات القتل والتشريد للشعوب، وكذلك استمرار حرب الإبادة. وهي الوسيلة بالمناسبة، حرب الإبادة هي معروفة، هي وسيلة العاجز الذي لا يستطيع أن يواجه فيرتكب مباشرة قتل المدنيين. اليوم نحن نتحدث عن مجازر أصبحت ليس يومية، بل كل ساعة يكون هناك مجزرة. وقبل قليل الاحتلال الإسرائيلي أبلغ أهالي وشعبنا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بإخلاءها بشكل كامل. الشجاعية أيضا وعمليات القتل التي تحدث شمال قطاع غزة، رفعوا عمليات الإبادة، استهداف النازحين، استهداف الأماكن المأهولة للشعب الفلسطيني، حتى الخيام التي قيل أن الاحتلال سيقال أنها أماكن آمنة وتوجهوا لأماكن الأروة، يستهدف حتى أماكن الأروة. طيب دكتور، طبعا أولا يعبر عن سلوكية الاحتلال ويعبر عن عقلية الاحتلال ومنهجيته، هذا من ناحية. من ناحية ثانية عقلية القوات النازية، ولكن الأهم هو إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب حتى هذه اللحظة رغم القرارات التي اتخذت. أيضا عاجز المنظومة، القيادة، الدول العربية في معاقبة الاحتلال وفي رد طيب الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الدول. دكتور، استمرار هذه المجازر كيف يمكن تفسيره رغم جهود الوساطة وتصريح وزير الدفاع وزير دفاع الكيان بقبول الصفقة التي طرحها جو بايدن الرئيس الأمريكي؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ طبعا هذا يفسر بشكل واضح أنه الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائل كل هذه الجهود، وكل ما يتم الحديث عنه، عن صفقة بايدن، عن صفقة نتنياهو، عن صفقة قبرص، عن صفقة باريس، عن هذه الصفقات المتنوعة، هو فقط لمحاولة تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي لكسب مزيد من الوقت لتنفيذ الأهداف الأساسية والحقيقية للعدوان على شعبنا الفلسطيني. هذه الأهداف هو تدمير المدنيين وكل ما يستطيع الاحتلال الإسرائيلي يكسب الوقت لقتل أكبر عدد ممكن من شعبنا الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في تدمير
كل ما يؤشر إلى الوجود المدني، سواء كان مستشفيات أو مؤسسات خدماتية أو دور عبادة كنائس أو مساجد. وأصبحت غزة أصبحت مقبرة للأطفال، وأينما توجد أي مكان معظم الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن، وهذا أصبح واضح بشكل كبير جدا، وهذا يعبر عن حقيقة الأهداف التي يريد الاحتلال الإسرائيلي. وهنا أنا أقول لك ما معلومات، أنا قبل قليل قبل هذه الحلقة تواصلت مع قيادي في يعني في قيادة المقاومة الفلسطينية واللي مطلع على المفاوضات. المبادرة المحدثة أو المعدلة التي أرسلت، مبادرة وادي المحدثة، الاحتلال الإسرائيلي رفض أولا الانسحاب من ممر نتسارين، رفض عفوا الانسحاب من محور فيلادلفيا، رفض الانسحاب من ممر نتسارين، وكذلك لماذا رفض؟ لأنه ومن معبر رفح عفوا من محور فيلادلفيا القاطع ومن معبر رفح، لأنه يريد الاحتلال وهدفه الاحتلال. الأمر الثاني، الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى هذه اللحظة الموافقة على أي صيغ تلزم الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق بالاستمرار بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة، بمعنى هناك مطالب أن يكون هناك صيغة ملزمة للاحتلال الإسرائيلي بالمراحل وخاصة الثانية والثالثة، تلزمه أن يكون هناك ضمانات لوقف العدوان طيب على الشعب. دكتور، هذه المراوغة من قبل الاحتلال، هذه المراوغة من قبل الاحتلال والمماطلة، باعتقادك هل تتم بمعزل عن الإدارة الأمريكية أم تحت إشرافها من تحت الطاولة لربما؟ نعم أحسنت، أنا هذا سؤال مهم. الاحتلال الإسرائيلي يمارس من جهة العمل العسكري ضد والعدوان على شعبنا الفلسطيني بالآلة العسكرية، بالأدوات العسكرية، بالطائرات، بالتسليح، بكل ما يملك من أدوات قتل وتشريد وتدمير لشعبنا الفلسطيني. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بأكثر من دور. الدور الأول هو مد الاحتلال الإسرائيلي وضمان والاستمرار في مد الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يلزمه من الأدوات العسكرية والأسلحة والذخائر والقذائف والطائرات للاستمرار عدوانه على شعبنا الفلسطيني. من ناحية أخرى تقوم بالتغطية على الاحتلال الإسرائيلي قانونيا من خلال مجلس الأمن والفيتو، ومن خلال محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، وضمان أن لا يتم اتخاذ أي إجراء أو أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي. الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض المعركة السياسية نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي. وأهم مؤشرات خوض المعركة السياسية هي مبادرة بايدن الأخيرة، هي مبادرة يعني محسنة، أو يعني مبادرة يعني طبعها أو تغيرها البسيط الطفيف خداعي، وهي تحمل مطالب إسرائيلية واضحة. لا تحمل ضمانات لا بالانسحاب ولا بوقف اطلاق النار ولا بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، فقط تحمل هدف واحد، هو هدف الاحتلال بانتزاع ورقة الأسرى من المقاومة الفلسطينية ومن حركة حماس. من هنا عفوا، من هنا دكتور، هل يمكن الوثوق بالجانب الأمريكي، من الطرف الأمريكي كوسيط في هذه المفاوضات، بما أنه أصبح طرفا، وما البديل الحقيقي للمقاومة الفلسطينية في هذه الحالة؟ نعم، أنا بتقديري لا يمكن أبدا الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنا بتقديري وحسب ما خبرتي في الشأن الفلسطيني وعلاقاتي مع قيادات المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، لا أحد يثق في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليس وسيط، هي طرف مع الاحتلال الإسرائيلي، وليس طرف وفقط، هي الطرف الذي يتبنى الاحتلال الإسرائيلي ويدافع عنه ويوفر له كل الإمكانات وكل السبل المتاحة لاستمرار عدوانه ولبقائه كأداة لحماية المصالح الأمريكية بهذه المنطقة، ويعتبر ولاية من الولايات الأمريكية. أنا باعتقادي الخيارات الممكنة والمتاحة هو أن يكون لتركيا مثلا أو للدول العربية مثلا أن يكون هناك تحالفا إقليميا، تحالفا دوليا، هذا التحالف يكون ضاغط باتجاه
أولا استخدام الأدوات السياسية واستخدام الأدوات الدبلوماسية وكذلك الأدوات التي ممكن من خلالها الضغط على إسرائيل وأمريكا، وخاصة البترول وموضوع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وطرد السفراء السفير الإسرائيلي من الدول العربية وإغلاق السفارات. هذه كل أدوات يمكن استخدامها والضغط باتجاهها، وممكن أيضا التلويح باستخدام الأدوات الخشنة لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني. وانا بتقديري لو امتلكنا الاراده، لو امتلكت الدول العربيه والاسلاميه الاراده، انا اقول لك يتم الولايات المتحده الامريكيه تذعن وتضغط على الكيان الاسرائيلي لوقف عدوان. وهناك ايضا نقطه مهمه، ان الشعوب العربيه والاسلاميه لو تحركت بشكل فاعل ومؤثر ومؤلم، وخاصه بالاردن وفي مصر وفي في في اماكن تواجدها، والشعوب الغربيه، هذا ايضا يكون عامل ضاغط على قيادتها، قياده الدول العربيه وعلى الولايات المتحده الامريكيه. نعم، ولكن الاهم يعني كما اظنك تتفق معي وكما يرى مراقبون ان الثقه الاكبر هو العامل هو صمود المقاومه الفلسطينيه في جبهات القتال. بالتزامن مع ذلك وسريعا دكتور لو سمحت لي، صرح خالد مشعل بان ترتيبات البيت الفلسطيني يجب ان تبدا الان ولا يتم الانتظار حتى انتهاء الحرب. ما الذي يعنيه ذلك في ظل الحديث عن يعني ترتيبات اليوم التالي على انتهاء الحرب؟ نعم، هذا أنا باعتقادي مبادرة مهمة جدا، وهذا نداء مهم جدا من القائد خالد مشعل، وخاصة اليوم نحن نتحدث أن هناك الكثير من المؤامرات والخطط التي تحاذي شعبنا الفلسطيني، وخاصة باليوم التالي. اليوم التالي يعتمد بشكل أساسي على أن يكون هناك غياب لمنظومة فلسطينية، منظومة عمل لقيادة فلسطينية، لوحدة فلسطينية، فتفرض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أجندتها بالوضع الذي تراه ويخدم مصالحها. لذلك ترتيب البيت الفلسطيني أنا باعتقادي هو أولى الأولويات في الوقت الحالي. لماذا؟ أولا للمحافظة على مكتسبات طوفان الأقصى والمنجزات الكبيرة التي حققتها، سواء كان في معركة الوعي أو في معركة فرض القضية الفلسطينية، وكذلك في معركة أن كثير من الدول اعترفت في فلسطين، وكثير من الدول الآن أصبحت والشعوب تدعم الحق الفلسطيني والنضال الفلسطيني المشروع، وكذلك المكتسبات التي حققتها في إضعاف الكيان الإسرائيلي وتراجع الدعم الغربي له والدعم الدولي. الأمر الثاني وهو أيضا مهم جدا بترتيب البيت الفلسطيني، وهو إجهاض كل الخطط وكل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني. ثالثا أيضا هي توحيد وتعبئة وتحفيز الجهود الفلسطينية في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان للنضال وللمقاومة وللتوحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. أخيرا، هذه الوحدة أنا بتقديري مهمة جدا لإغاثة شعبنا الفلسطيني، أيضا لنضال شعبنا الفلسطيني، لوحدة شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة، ولوحدة الميدانية. هناك وحدة ميدانية بين كل فصائل شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة، لابد أن تترجم وتتحول إلى وحدة سياسية للمحافظة على كل هذه المكتسبات. أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني الدالي، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول وأنت الباحث في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.